أهلا أهلا أهلا، كنا دايرين لايف وبعد تقطع باسكو كانوا يديروا عليه سينيال، دونك راح نعاودو نكملو لو لايف اللي هنا. لو لايف على وش يهدروا بزاف ناس ما كانوش فاهمين الموضوع، كي دخلوا لقاوني ديريكت نباطي ونعيط، باسكو كاين شركات تو سامبلومون اللي يديروا لهم الاشهار باش يروحوا يديو الناس يقراو في الخارج، وبيان سور هذوك الناس مساكن اسافوار كيفاش يجيبوا الدراهم، شوف يماهم تبيع دابها، شوف باباهم يتقشف، شوف دارهم يتسلف، وشوف ما ياكلوش مليح، شوف يتقشفوا اكوش يا دغوات باش يمشيو يبنوا المستقبل. ويجيو هادو الشركات كيما شركة فيوتر جيت ديزا دي يسرقوا لهم دراهمهم، وكي يروحوا ما يلقاوني سكنة، ني مسجلين روحهم يقراو، ني عندهم جامعة مساكن، ني عندهم والو. ايماجيني والو، كاين عباد راحوا مساكن داو معاهم 100 دولار لقاو مكان، ني دار ني اوتيل ني اقامه ني انسكريبسيون في الجامعه ني ريان دو تو، والسيد ما يريبونديش. ناس راحوا لهم 300 مليون 400 مليون 100 مليون، وخلي حتى اللي راح يولو 20 مليون واللي مستحيل يديوك تقرب 20 مليون، ولكن حتى واحد راح له مبلغ بسيط هذاك هو المتضرر الكبير، باسكو تلقاهم داروا تقشفات يا تقشفات باش قدروا مساكن يدزوهم والديهم يقراو باش يجيو ياكلوهم بالسهل نورمال اليز. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. من بعد مسحت فينا كاع لي زانفلونسور كيف كيف، ولا لي زانفلونسور كيف كيف، عم يديروا الاشهار وفقط. نو 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 نو، اللي كان معايا اي اسنو نطلعوا معايا باش نكملوا. انا جو تروف سا تري 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 غراف، و جو تروف كو ما لازمناش نسكتو، جو تروف كو لازم نوقفو. هاي هاي نهلا، ربي يحفظك. على الله بلوكاونا بلوكاونا، خبا خلوناش نوصلو الصوت، بلوكاونا. بعثوا لي ميساج، جامي ما صرالي بلوك ملي بديت انستغرام، قالوا لي بلي خالفت القواعد تاع انستغرام. ماشي واش خالفنا، كنا نهضرو بيان. مي معليش، يعطيك الصحة نهلا اللي خليتينا نكملوا الصوت باش نزيدو نوصلوه. الحمد لله، يعطيك الصحة. ديك تكوباتي بعثت لينا على قالت لي اودي صافي بليزير، والله صافي بليزير. كنت حاب يصراو هاد العفايس باسكو حنا في انستغرام لازم حنا هما اللي نقدروا نبدلوا هاد الحاجات. اكزاكتومون، انا نعرف ناس فريمون، عندي كيما عندي صاحبتي غي سامو قاعدة تجري باش تروح لكندا يتويتو، عندي على بالي واش راهم يسوفري، وعلى بالي لي بارون تاعهم واش راهم يديروا، بعتوهم للخارج باش واحد يطلق دراهمهم ويشد لهم الباك تاعهم، يشد لهم الشهاده تاع الباك. كاين ناس يشد لهم لي باسبور، ميم كي يعطيك باسبورك وتروح وما تلقاش الشهاده تاع الباكالوريا تقعد هنايا ولي بابي هنايا، وكي تروحوا تما كيزيد يهددهم باسكو عنده خيوط في الجامعه. دونك جو دوموند من كاع اللي راهم يشوفوا لي ستوري، لي زانفلونسور اللي عنده شويه يقدر يوصل صوته، سيلفو بلاي سيلفو بلاي سيلفو بلاي ما تسكتوش، باسكو كاينه ناس ما راهيش تقرا تماك، وكاينه ناس ما راحتش، وكاينه ناس راهي تطايش وخايفه تهدر جوستومون باسكو لي بابي راهم عنده وراهم تحت التهديد. وي وثاني كان المشكل، كان كنطالبوا مام هاد لي انستغرام اللي داروا بيب، عارف الله ما سالف دوك درتو غلطتو غلطتو دوك راح وصل بالك عرف يهدر معاهم، بالك بلعطهم، بالك هما ما كانتش عندهم فكره، عادي انكم تجيو تهضروا يا سيدي غلطنا وتوقفوا جوست باش يعاودوا الناس هذوك يريكوبيريو حقهم ولا دراهمهم ولا قرايتهم ولا لي بابي تاعهم، اللي عنده حق يعاود باسكو المعلومه. انا كيما قلت لك انا قبل ما يتكوب عليك كانوا يتصلوا بيا بزاف لي زيتيديون، بحكم انا موالف نهضر في هذا الموضوع بزاف تاع الحفره كلاني قلبي، ملي بديت انا شايف الناس كانت تسب فيا يقولوا لي راك تكذب، وكملت الحمد لله وصلت وين وصلنا. كاين دي زيتيديون يبعثوا لي، والله نشفى اخر ابل طفله في عمرها 19 ولا 20 سنه، قلت لك كانت في قبرص في شيب الدوله 600 مليون، خاف تطلع، قالت لي انا ما نطلعش، قالت لي انا خطيني المشاكل ديجا كي كنت في الجزائر، قالت لي انا ماشي زعما واصله ولا باباها شغل الله غالب نحى من لحمه كما يقولوا ومد لها، قال هاد برك بدي تنجح. وكي وصلت لتما ما لقاتش ميم بارها مسجله، لحقت لافاك قال ما كاينش مسجله. تسمى هذا واش انا حابين نوصلوا، يا لي زانستغرامر يا اللي راكو ديروا لي فيب عن جهل، راكو ديروا لي فيب والله ما على بالكم واش راكو ديروا، والله يا نهلا ما على بالهم ما بيتيروا. كاين عباد راحت هذيك اللي تاع ما يهمنيش واسمو زعما نبيع له ايربودز
ما يمشيش ربي سهل، هذه ما تمشي، هذه حياة ناس، حياة دي زيتيديون، خوك اختك خاوتنا، ماشي لازم حتى يكون خوك باش دير له، دير هاد لابوني اللي هو مطلعك اللي به راك تعيش، باسكو لازم تفهم باللي لابوني هو اللي معيشك، وكان قاعد يزابونيك وكان يديروا حملة سمانة تعاود يرموك لابوبات. هاد الناس كون معاهم فخوم ما يهموش دراهم، مالكري باسكو الدراهم يروحوا ويجوا، فهمت؟ دراهم يكونوا عندك مليار تشري طوموبيل تخبطها في الحيط تخلص. مي الناس هادو كي تضيع خوك ودي اختك باسكو المعلومه انها كاينه عباد كي يوصلوا لتما يحشموا يعاودوا يولوا لتزاير باسكو يعتبروهم فاشلين، يقولوا كيفاش انت ما نجح، كاين عباد يولوا يدخلوا في طريق غلطه، بنات ودراري، كاين بنات يولوا راكي على بالك وكاين دراري يولوا راكي على بالك، مسكين هو شوف كاش ديمارا البروجي تاعو المشروع تاعو كان يروح ينجح في بلاد يعشي رايح باش انا يدير تاع فايس خاطين وكاع يتيك، باسكو كي توصل لهذيك البلاد لازم تعيش، لازم لك دراهم، ما يكونوش عندك دراهم مالك ما يوصلوش باش يبعثوا لك، باسكو لازم تفهم باللي كي تروح انت للغربه لازم انت تولي تعاون مالك، ماشي مالك يولي يعاونوا فيك. مي هادو هما لي انستغرام، باش نصحح لك واحد النقطه غلطتي بالك شويه فيها، نحله كاين عباد وصلهم لي فيديو تاعي وعندي لي سكرين شوت باللي كانوا يشوفوا باللي كنت نهضر على هذا الموضوع وكانوا يكملوا يديروا لي بيب، شغل كملوا شتي هذيك غلطنا ونكملوا فيها، وماشي واحد ماشي زوج، بزاف منهم باسكو كان يقول لك هذا يحب يطلع على دارنا، هذا يا كيف تعرف العقليه تاع الانستغرام، يقول لك وي هذا يا ويدير في البوز، الله كنا انا كنت نهضر في الحق، والله ما كنت نجبد في اسماءاتهم، كنت نهضر برك باش نوصل الصوت، ما يحبوش ما يحبوش هو ما يوصل الصوت، سييت سييت سييت، ومع ذلك الحمد لله يسوفي يد واحد نشهد بعد ساكستان اللي نعاود نقولها مالكري غلط، جا قال لي غير درت الستوري هذيك، وكان كان يشك في هذا اللايف، قال لي يا خو بالك يصرا لنا مشاكل خطينا باش تشوف تسطان لي، مي وشنو نيتو بزاف مليحه نشهد له بهذا العفسه، بعث لي قال لي يا خو نديروه اللايف ونقول لنا سمحوا لي، وبهذيك العفسه بدا يوصل الصوت. دونك هذا واش راني نفهمكم ليكيب، بلي انتوما لي زانستغرام كاع كاع كاع، حنا اللي عندكم مليون، اللي عنده زوج عباد، اللي عنده ما بيش حال، كاع لازم لي نحطوا اليد في اليد. انستغرام كاع ديالكم لايف تقدروا توقفوا مع لي زيتيديون مساكن. انا جو بو دير نورمال اللي داتهم اسمهم فيوتشر جيت دي زد، انا نقولها. وكاين بزاف ماشي غير فيوتشر جيت، كي تحبوا تروحوا حوسوا وحدكم، شوفوا وحدكم، سقسيوا مليح مليح، ما باسكو هادو جو سي لا بلو بار تاعهم سي دي زارناكور، مالوغوزمون خسروها على الناس الملاح مالوغوزمون. ونهلا اسكو زعما انت كنتي بالنسبه لك الانستغرام ساهم في هذه المعمعه، ما فهمتك شغل انت الانستغرام بهذا لي بيب، اسكو تشوفيه بلي الانستغرام خاطئ بحكم انت انستغرام زوليك تخدمي هذا لي بيب؟ عفسه. اذا يكون الانستغرامر وصلوه وشاف بعينه ووصلوه حقائق من عند الواحدين من عند لي زيتيديون وشاف بعينه وما هدرش بيان يشارك، مي اذا الانستغرامر بار اكزومبل عيطوا له داروا معاه ريونيون وهدروا معاه وراو له بلي واو، باسكو ما تنساوش عفسه كاين دي فوا ميم حنا نتكلحوا، دي فوا حنايا يعيطوا لك يديروا لك كلش واو، ومن بعد انت تكتشف بلي ماشي واو، ما كانش منها كاع واو، فهمتني؟ تما اذا هما داروا لهم الدهشه في الاول وما كانوش على بالهم وداروا لابوب يمكن، ولكن من بعد اذا كانوا عرفوا وشافوا ميم سي بالك ميزامي وكاع ما غلطين 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 نورمال عادي، باسكو عادي انك تغلط وتطلع تقول غلط وتروح تصحح وتقول للناس بالك، وباسكو الناس ماهيش تلقى في الدراهم بالسهل، عبالك واحد شهر باش يلم عبايش 100 مليون ولا يلزم له عام، مش من عام اكثر من عام خدمه في الجزائر، عامين ولا هو يلم تلقاه سنوات وهو ينحي بالمليون بال500 باش يدز وليده ولا بنته باش يجي المسيو يديهم هكا وما عادش يريبوندي عليهم في التليفون، سي تري غراف سي غراف. نو باسكو هو شغل هو يتحكم في الناس بالسلطه، باسكو قال لك الام ديالو ولا الاب ديالو ما يهمناش، قال لك واصل في الوطن دوكا ويعفس على الناس. واصل كيفاش دوكا اللي واصل القوي ياكل الضعيف، انا في غابه جاب لي ربي رانا في دوله عندها قانون عندها اسس عندنا حكومه عندنا محكمه عندنا قوانين، ما كاش منها واش يكون هو ولا واش تكون بابا، نورمالمون يعاقبوهم كاع نو امبوسيبل، واش دوكا القوية ونولي نخافوا على رواحنا ونولي نخافوا نعيش والله سي تري غراب، عبد ما نكره العقلية تاع المعرفة جدي تسا ونكره العقلية تاع انا واصل ندير لك وندير لك، وين رانا عايشين؟ وين رانا عايشين؟ في غابة برك سمحي لي، هنا كاينه وحده كتبت قالت لك ما يقدروش يرفعوا دعوه قضائيه، ودي كانوا خايفين ميم با يهضروا، كاين عباد عبد بالسيف باش طلعتهم في اللايف من الخوف، كانوا خايفين ونقول لهم يا ودي راني هنا، انا هنا طلعوا نكشفوا هذه الحقيقه باسكو كان هذا السوجي طا
قدروش يرفعوا دعاوي باسكو راهو شايد لهم الشهادات تاع البكالوريا، كاين ناس شايد لهم لي باسبور، كاين ناس ماهوش مخلص الجامعات وما مخلصينه هنايا. ايماجيني دوك انتيا باغ اكزومبل 100 مليون تروحي تقراي بيها وهذاك ما عندك، وواحد يشدها لك وكي تطايشي في الغربه، بيان سور كتسكتي، بيان سور كتخافي، تولي تقولي نستنى لعل وعسى يعاود يرجع لي درامي، باسكو علاش راهم يقولوا باللي راهو واصل وما ندير له والو. ورانا عايشين نرحم باباكم. وهنا انت كانستغرام ما زوج تشوفي زعما كحل، باسكو المشكل عرضناه تما ما كاينش انا حل. تحل انه كاع نهضروا وكاع نوقفوا وكاع كي لي انستغرامور ولي انستغرام كي الصحافه كي التلفزيون لازم يديروا عليهم، لازم يبانوا، لازم يبانوا، ترجع لازم غدوه تروح عليهم الدوله. والله العظيم يفو با نسكتوا، لازم انستغرام وفيسبوك، والله العظيم لازمكم كاع توقفوا وكاع تهضروا، لازم غدوه في ترجع تصبح مسكره بك. قال لك لا دي سيدة وخايف، عبا كان يبعث لنا من قبل في لي ميساج خايف، قال لك حبي يهددنا ما نحنا أهد حنا خاف ما دارك تشوفي يا من هذا المنبر ماشي حنسكتوا لك، وان شاء الله يا ربي في اقرب وقت. بيسو عندنا دوله قائمه، راهي تحب ولا تكره الدوله الجزائريه قائمه، راهم يشوفوا في كلش وراهم على درايه بكلش. دونك ماذا بكم فيوتر جيت؟ غدوة إن شاء الله. نو كاين فيوتر جيت وكاين فيكليك، طيب والله نترككم سامع، مش ما قدرت كاين فيوتر جيت وكاين فيكليك وكاين بزاف، كاين بزاف كانيك كاين بزاف اللي زيتوديان يرحم باباكم، ما تزربوش تتخلعوا بحقلكم، ماشي ديو الباك تبداو ديروا لا بريسيون لبالديكم، تبداو تطيشوا في رواحكم، بعد يبداو يصراو لكم تعيس العيانين ويهضر لكم واحد زوج كلمات تروحوا تامنوا، حوسوا راكم تعبانين عليهم ماكمش تلقاو فيهم. ميم واحد ملياردير ما يحسش بيهم كوميم او تعب عليهم، والفو يفهم وين راح يبعث وليدو ولا بنته. ايماجين مقبله راك طلعت دراري، ايماجين اون في تلحق لا تركي ما تعرف حتى واحد، ولا اوكرانيا ولغه واحد اخرى كاريمون ما تعرف والو، تلحق عندها 100 دولار ديجا، كي تلحق في المطار في الليل راحت لك 100 دولار في التاكسي. هذه حاجه الاولى، تلحق ما تلقى ني واحد يستنى فيها، ني اوتيل ني اقامه، احنا ما قلناش اوتيل، اقامه تاعهم اللي قلت لهم بها ولا اللي وعدتهم، وابارامون لهنا يقولوا لهم تحبوا اقامه ولا تحبوا دار، وما يروحوا تما ليكس. ما يلقاو والو، ما يلقاو والو، لا اقامه لا دار لا والو، ولا عبد يستنى فيهم، لا طوموبيل تستنى فيهم، ساشون كو هما مخلصين الملايين والملايين والملايين. للمعلومة هنا في الفيديو الأخر اللي درتها أنا راني وميت وش صابوا، بعد صابوا شغل الحوش فهمني، شغل صابوا واحد المطار حطوا طيف الله، الناس تقدر تدخل تشوفها. المشكل الناس بزاف لا يجيهم سهلة، يقول لك على مشكا وش على شو اسمه، لازم تفهموا لي كيف بلي هاد الناس ما تلاقاوش كاع ايتيك، شغل بالك حنا كنا سبة باش نلايموهم، كانوا خايفين لأسباب مختلفة كما قالت لنا، كاين اللي يخاف على دراهمو، كاين اللي يقول لك أنا نروح لتماك شنو ما يديروا لي، ما صوتهم ما يوصلش، دونك حنا بالك كنا سبة لي وصلوا لهم صوت، واني نامن باللي كما قالت نهله احنا بلدنا عندنا شغل الدوله تخدم خدمتها، دونك نطالبوا من الدوله. عندنا دولة قائمة، راهي الجزائر راهم يقولوا سايبة، ما سايبة شي سايبة، تدخل ذبانة يشوفوها من الآخر. دولة قائمة وين تدخل ما حش يشوفوني ولا ما حش يكتشفوا ديك الحاجة، ما عندك حتى فكرة كيفاش الدولة راهي قائمة. دونك ماذا بها تعاود تقوم بالمهم تاع لي زيتيديون مساكين، يخ عليا وهاد الحكايه هنا المعلومه كل شغل صافي لونطو هي تكزيستي، ماشي شغل عفسه جديده، برك ما تطرقناش ليها بالك في انستغرام ولا في فيسبوك في مواقع التواصل، الناس ما بدتلاش قيمتها وراحت هكذا. باسكو علاه ندير هذا بالك ثاني الغلطه اللي بالك ما عندكش بها، كل هاد الناس اللي ما يروحونا بحكم تعاملت معاهم لا بليبار الاعمار ديالهم تتراوح بين 18 و 21 سنه، ماشي عباد بالك اللي عندهم الوعي فهمتي، دوك يستغلوهم هما لي انستغرامر كلعبه كيتاثروا بهم، تم تم تشوف انستغرامر يقول لك ليك هذا، وكاين عباد دي انستغرامر كانوا يوعدوا فيهم يقول لهم بالك انا راح نقرا معاهم، انا انت هذيك عجبتني هذيك البلاد، شغل مدوا لهم واحد لي زيماج تقدري تدخلي لهاد لي باج هذه في كليك في تير جيت في الهايت ليت تسيبي تما كاع الناس اللي دابا لي فيوب، كي تشوفي هذيك لي فيوب انت بالك شغل تقتنعي تقولي كاينه منها ممكن يكون كاين منها، دوك لعبوا على الوتر الحساس تاع لي زابوني ولعبوا باللي شغل الناس اللي تبعهم مساكن صغار دوك يروحوا لماليهم، وماليهم يقول لك هاد برك وليدي ينجح وشافها وكاينه منها، وهذا كي تروح انت لانشونس يقتلوك كما قال اللي طلعتو لانفيتي، يهضروا مليح يهضروا غايه يسمعوك واش راك حاب تسمع، يركبوا لك الامل غير تخلصهم يتقلب الفيلم.
ايه قال لك كي قبل ما تخلصوه تعيط هكا اتسوني تاني يرفد. قال لك ويدي الدراهم 20 خطره نورمال ما يرفد لك، ما هوش قاعد ما عندوش الوقت يصرف في الدراهم. وكاينه باج اسمها ايتيديون جيريان هانيك، عندهم حقائق باللي هاد الشركه شركه وهميه، دونك هما تانيك حيديروا وبعثوا لي وقالوا لي حنديروا لها موضوع بخصوص هاد العفه من الكوتي القانوني، باسكو انا هضرت كوتي تاع الناس اللي كنقول لهم، مي كاين تاني كوتي قانوني باسكو الكاشي ماشي مكتوب ميم با في تير جيت، داير كاشي وحده هكا ما معصو هذاك اللي طلع لي تليفون لي بي دافيون، لي بي دافيون شغل هو يترافيكيهم ام الجيري ينحي لي زانفو دي رايو شغل يمبريمي. قال لك بي دافيون باغ اكزومبل اللي يدير 6 ملايين 7 ملايين يبيعوا لك 15 مليون وينحي لك هذيك اللي من تحتها وين مكتوب البري ما تشوفهاش حتى هي امبوسيبل. ما تقدرش تروح يا واحد اخرى بوركوا باسكو هو كان شاد ديجا الباسبور فهمتوا، وكي تمدوا له الباسبور يعيط لكم في اي وقت يقول لكم تقدروا تسافروا، وكي تكونوا مسافرين قلت حاجه كي تكونوا مسافرين يزيد يقول لكم زيدوا لي دراهم ولا يروح لكم الفول وتراطي وما تلقاوش الجامعه وراحت لها سكريبسيون وما للمعلومه اللي قالها لك كاين واحد الديتاي بالك ما وصلتش به وبالك ما قالوش هذاك عبد الرزاق بحكم انا هضرت معاه في البريفي، كان عنده الفول غدوه الساعه تاع الصباح عيط له الليله من قبل على 11 يسكن في السنطينه، قال له شوف غدوه عندك الفول دبر راسك تجي ما تجيش وجيب لي 45 مليون، قال له زيد لي هكا ما راسو، قال له زيد لي 45 مليون وزادها له باسكو قال لي انا مانيش حاب يصراو لي مشاكل، دونك هذه هي اللي كيف يستفزوا ويستفزوا كيما يقولوا الطالب الجامعي. مال وكاين حاجات كيما قلت انت هنا ما تطرقناش الكوتي تاع البنات باسكو هكا على بالك حنا المجتمع ديالنا صعيب الطفله تطلع في راي ولا، مي كاين بنات يولوا كي يوصلوا لتما يولوا يستفزوهم بحاجه واحده اخرى، عندي عفايسه كي شايفه ما قالك انه انا قالك انه كي يلحقوا تماك سواء بنات ولا دراري هدوهم كش ما يديروهم تماك كش ما يضربوهم يبعتوا ايماجيني والبنات مساكن كل لحقيت ما عندك، ايماجيني وحده مسكينه اللي عندها 18 عام 19 عام 20 عام، انا عمري 25 عام نخاف، انا كي نروح للضربه نخاف. ايماجين انك تكوني وحدك ما كانش معاك ما كان حتى واحد وبالك ما كيش ما تخرجي وحدك ولا تلحق ما عندك والو، اللي فمك يقدروا يديروا فيك عاهة مستديمة، هذا واش نقدر نقول، يقدروا يديروا فيك مشكل تقدري تقعدي تخلصي في حياتك كاع ماشي غير قرايتك، تروح كاع حياتك سي بون خلاص ما عادش هاكا انا نشوف ما همش يديروا في الناس يديروا في المستقبل، ام يفسدوا فيهم ام يخرجوا في الناس على الطريق، اهم يجيوهم يخرجوا على الطريق فوالا هذا واش راني نشوف. سي اكزاكتومون هذاك البنادم اللي كان معنا اسامه اللي كان داير نواضر في تيليكو تاع الدرابو تاع الجزائر، هذاك راح ضرب عامل تما راح له 200 مليون عاود ولا الجزائر عاود كيقرا في الفلافا تاع الجزائر، شغل راح له عام وراح له 200 مليون وما دار والو مسكين، شغل قاعد يدور التم 200 مليون بنادم برك وحسبي شحال من بنادم عاد يلم فيهم ولا شحال لي بارون تاعو قعدوا يلموا فيهم باسكو باش ايتوديون عنده 200 مليون هادي امبوسيبل، تسمى يروح وتلقى لي بارون ساكن خدموا معو فلوسهم ونحوهم من لحمهم، وتلقى لي بارون اللي عندهم بالك ولادهم ماشي غير واحد عندهم بليزيوغ نقصوا من الاخرين باش يزيدوا منا يروح لهم كلش. انا جو تخوف كو صح صح لازم نهضر واحد ما لازم يخاف بس كده دي حاجة متخوفش. ما ني بابه واصل ني ما واصل ني هو واصل شكرا ما تخوفش هذه الحاجة، ماما هو اللي يخاف علاش نخافوا حنايا، هو اللي يزور قال لك يطلعهم بوثائق مزورة ايماجينيو كاين عباد خافوا يطلعوا بس كده علاش دالهم وثائق مزورة خروبية، هذا راهو القوانين الكل تطبق عليه كامل النصب الاحتيال التزوير تشويه السمعة مش تشويه السمعة الابتزاز كل شيء اكزاكتومون اكزاكتومون كاين بزاف، انا باغ اكزومبل هذيك الطفله اللي طلعتها في اللايف دارت لي ميمو فوكال ما حبيتش تبان، كتب لها باللي تخلص 22 مليون وقال لها باللي في الدوسي باسكو عطات له الدوسي تاع الفيزا حكم لي فيش دو باي تسمى الخلصه تاع باباها دار لها ارقام راسو، كي شافت هي باللي هاد العفاريس كاذبين خافت تدفع الفيزا، قال لها دبر راسك انا درت لك الدوسي خلصيني انت ما حبيتيش تدفعي، وقعد يستفز فيها وك على بالك طفله تخاف سيرتو طفله كي شايفه، دونك مسكينه سكتت ديجا هي كي بعثت لي خايفه بدات تقول لي ما توريش الاسم بالك توري الاسم، قلت لها لا ما تخافيش انا ما عرفتش انا ماشي زعما بنادم
ديون صغار مساكن ما زالوا يقراو، ما خرجوش للحياة العملية، مازال ما تصدموش بالواقع، وين تلاقاو بناس بالك خبطوهم ويصراو لهم مشاكل، وين يقدروا يجيريو تلقاهم يخافوا. سي نورمال هذا المشكل يبانو حد كبيرة، ولو كانوا يقدروا فيهم سورتو انا نقدر نفهم اللي راهم تماك، سورتو لي في اللي راهم تماك تقدر تخاف على كل شيء، باسكو الطفله تبقى طفله والمجتمع ما يرحمش. وكما قلت مام لي غارسون تلقاهم تعبوا عليهم ومشاو وراحوا يقراو، بعد يلقاو روحهم يقراو في الجزائر ويبداو ام جاو ام خسروا ام فشلوا، ما بابيتيت حاولوهم. ما تعرف الشعب الجزائري بيان سور الفاضل، كاين فئه في الشعب اللي تبدا تهدر وتبدا تتنمر، هما ما يعرفوش واش كاين خبايا واش كاين ديغيغ الواحدين، يوليو الانسان يتحتم ويستحملها في روحه ويعيش ضغوطات نفسيه غير على جال الهدره وعلى جال والمعلومه من هنا، هذاك السيد اللي طلعنا اسامه، هذاك كي راح الدفعه ديالو، باسكو هما يلايموهم مجموعات وبعتهم، كانوا 60 ايتيديون، بعتهم العام اللي فات. من 60 ايتيديون، شوفي كل واحد شحال 100 200 مليون دالهم، من 60 56 واحد ولا الجزائر، تما قعدوا غير ربعه دوك 56 ولاو، ما اوفيسيال، هادو ارقام صحيحه، مانيش نجبد من راسي، ولا 56 واحد ولاو. انا هنا نشوف باللي الدوله راهي شويه طولت، والله طولت. طولت طولت. مهم نعاود بيوتر جيت دي زاد، هادوما السراقين الكبار، كاين بزاف سراقين ولكن هادوما اللي داروا هاد الديكا وفيتليك. فيتليك فيتليك وفيوتر جيت دي زاد. دونك احنا ماذا بينا نشوفوا، جو ماذا بينا نسمعوا ليهم الخبر في اقرب وقت، وما نش راح و سيل فو بلاي سيل فو بلاي سيل فو بلاي ليهم يتفرجوا فيها، ماشي غير لي زانفلونسور، كاع نسحقهم كاع تهضروا على هاد السوجي، كاع وقفوا، كاع لازم توقفوا مع لي زيتيو. ايماجيني ولكن العباد يا ربي يقراو تجيب حياتك كاع وتتقرا 14 سنه ولا 15 سنه، ومن بعد يجي واحد يلعب لك بالفيوتشر تاعك، يدير له هكا نورمال وما يتاثر ما والو، ماشي غير بالفيوتشر تاعك، بالفيوتشر وبالباسي تاع والديك اللي لموا 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 لموا، يجي هو مثلا واسمه فيتيف جيت، المستقبل جيت، تمام، هو يلعب له خرجوا دير اكزاكتومون ليكيب، تما ولا حبيت تبارطاجي. بون نورمالمون نحل شتي دي فيديو، باسكو انا كنت حكيت بزاف على هذه، كاين بزاف لي فيديو بخصوص هذا السوجي، تما تقدروا انك تزيدوا تدخلوهم، باسكو في هذوك لي فيديو كاين بزاف معلومات. بون شبون كش ما حبيتي تزيد تقولي لنا هنا، ولكن زيد ما نقدر نقولها، الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقولها لازم كاع نوقفوا، ومام لي زانفلونسور ميم سي يكونوا ميزامي بوتيتخ لي داروا لا بيبي تو نورمال عادي، درتو غلطتو نعرف، انا نعرف كي يعيطوا لكم دي مارك ولا عفسه كي يبداو يبسطوا ويبداو يحطوا الطوابل والتمجيد وما الى ذلك، عادي انكم غلطتوا تخرجوا دوكا. الحاجة اللي مش عادي انكم ما كنتش راح تصحوا الغلط، انكم ما كنتش راح تخرجوا، باسكو علاش لو كان ما نهضروش مازالوا ناس يروحوا ضحايا، ومازالوا بنات مساكن يخرجوا الطريق، ومازالوا دراري يصراو فيهم مشاكل، ومازال ومازال ومازال، باسكو ما نهضروش غير على الطفله، مام كاين ذكوره اللي يصراو لهم مشاكل، اللي يقدروا يبعثوا لهم شكون يضربهم، لي زاغريسيون، كاين بزاف حوايج وين تقدر تروح حياه تاع عائلات وما الى ذلك. دونك المشكل انا نشوف الغلطه وين راهي، لو كان ما نصلحوش الغلطه راهي، لو كان ما نهضروش على الغلطه اللي درناها عادي، انك غلط يمكن انه غمضوا لك عينيك، بصح لو كان دوكا تبقاو ساكتين انا نشوف بلي هذه هي الغلطه، ونشوف بلي راكم مشاركين في الجريمه عادي، راهم اصدقائي وراهم في الميم دومين تاعي، بصح لازم يصحوا عادي جدا، باسكو علاش راحوا ناس في جرتهم فقط، راحوا ضحايا مساكن، شوف ربي شحال باش لموا هذوك الدراهم فقط. والله ربي جعلنا سبه نهله اليوم باش هاد الناس يصحوا هاد الغلطه، باسكو كاين بزاف دي ميساج يبعثوهم للناس يدعوا عليهم بالشر بعالم، باسكو كاين الناس صح راحوا لهم دراهم كبار، كاين الناس ماهمش فايقين، يقول لك انا ندير بيب 20 ثانيه وما ديك، يقول لك باللي لا لا المتابع هو اللي يحكم، لا لا ماشي هو اللي يحكم، انت اللي لازم يكون على بالك واش راك دير، ما تغلطش الناس. بالك حنا درنا متابعين ضعاف شخصيه، كاين متابعين اللي ما يعرفوش، كاين دي زونفون، كاين واحدين، انا واحد 18 سنه 19 سنه 20 سنه مازال في سن المراهقه، اصلا مازال ما يعرفش راهو يدير، كاين ناس يشوفوا هذيك الحياه تاع الانفلونسر ولا واش راهو كاين في انستغرام، يشوفوا غير الخلفيه ما راهمش يشوفوا واش كاين من اللور، ما يقدروش يتاخذوا قرار، تلقاهم يتخلعوا فاسيلمون، تلقاهم فاسيلمون يقول لك اه كيما دار هذا ندير انايا، تسمع لازم
لازم نعرفو نسيليكسيوني واش نديرو، لازم نعرفو نخمو، ونعاود نقول نقدروا يطيحونا في اخطاء، باسكو نقدر انا نكون طحت في غلطات، ولا راح نطيح في المستقبل في غلطات، باسكو يقدروا يفرشونا بصح. ولكن الواحد كي يكتشف هذيك المشكلة، هذاك العيب اذا هو ما صحاش. في ربي يحفظك نهلا، يعطيك الصحة على التدخل ديالك. كما قالت نهلا ليكي في هذه القضية لازم تولي قضية رأي عام، ماشي ديالي ولا ديالها ولا تاع إكس اللي تغلط ولا اللي الدولة ولا حيد دولو. لازم هذا المشكل نغلقوه. كي أنا نعيط لهذه الحفرة، هذه البلدان هذو نعيط لهم الحفرة شغل صح، باسكو يديوك يحطوك في الحفرة يغلقوا عليك يخلوك حاصل. لازم الحفرة نغلقوها، لازم دوكا كيما رانا قاعد دوك جبنا قاع الحقائق. اللايف هذاك اللي خدمته هنايا حتلقاوه في يوتيوب، حتلقاوه في تيك توك، حتلقاوه في انستغرام. هذا اللايف تاعنا على بالك، ولا حبيتي تقدري بالك تخلي تزيد تبعثوا لي، نزيد نحطه عندي بحكم نسي انا هذه القضيه، يعني حاب نكملوا معاها. هذا حق الطالب الجزائري لازم يولي ثاني. كان نامن باللي احنا الدوله ديالنا دوله تاع حق، مالغري المشاكل اللي فيها ولا مي، على بالي باللي في هذه المشاكل ما حش تسكت. نطالبوا من الدوله ومن السلطات، باسكو هاد الناس عم يستعملوا القوة، عم يستعملوا القوة ضد الشخص الضعيف. انتوما الدولة اللي راكم تحكموا نطالبوا منكم ديروا تحقيق في هذه العفسة. كاين كاع الحقائق وكاين ناس مستعدة تجيب لكم كاع لي كاشي. انا كشخص قادر نبعث لكم واحد 3000 ضحية من عندي، بحق معاهم بالاسم باللقب. هاد الناس ماشي زعما جينا تبلينا عليهم في بطل، هاد الناس صح داروا هذا الشيء كاع. وكاين حاجة داروهم ما نقدروش نحكموا نهضروهم بحكم احنا مجتمع محافظ، وكي على بالك كاين حاجات يقعدوا هكذا. دوك كاع لي انستغرام اللي غلطوا واللي ما غلطوش إلى ذلك، وحوايج وين يضروا سواء بالنساء ولا بالرجال، وين يقدروا وين ضروهم، وراح تبقى هذاك الضرر حياتهم كامل. ونبقى دي زالجيريان ونفهموا بعضنا، إن شاء الله فيها خير، وإن شاء الله كامل كل واحد يشوف اللايف يعاون ولو بحاجة. هادو الناس مساكين اللي هذا الفرق. ملازم هذه القضية تولي قضية رأي عام. حنا الشعب حنا اللي نديسيديو، حنا اللي انستغرامر، والشعب وحده هو اللي يحكم، ماشي انستغرامر اللي عنده 100 ابوني ولا 100 مليون ابوني يجي تيسيدي في بلاصتك. انت كبنادم اللي راك تشوف، كي تشوف بنادم او يكذب ولا لي زابوني ابعد، خلي اكزاكت الناس اللي تهضر الحق. باسكو تاني نهلا جو بونس اوني داكور، باسكو كي تغلط زعما في ايربودز ديالو في بغالطه ما حش يكون عليها التاثير كما كي تبعث الناس للغربه. راية ماشي كيما مستقبل، ماشي ما عندها حتى علاقة. ماشي دوك تجيب لي غلطة تاع ان برودوي تستعمله وسيبه، ما ماشي راح تأثر كيما على قرايتك. ما بقاتش في الدراهم لهنا، ولا دراهم ومستقبل ثاني. سي اكزاكتومون كا. دونك ربي يحفظكم ليكيب. خل ان شاء الله فيها خير ان شاء الله ونكملوا ندبوا هذه القضيه. انا هنا يعطيك الصحه، ميرسي بوكو اللي خليتينا نزيدوا نكملوا، باسكو كوبا ولنا. مي يعطيك الصحه اللي خليتينا نكملوا النهضه واش كاين. ربي يحفظكم، اتهلا في حياتكم ليكيب. سلام، اهلا، ميرسي، ميرسي، يعطيكم الصحة. مع السلامه، باي باي.